بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقد يبتلى هذا في الدنيا، قد يبتلى كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم وكما ابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلوا ابتلاء شديدا جدا، عذبوا وهم في مكة حتى هاجروا إلى المدينة، فابتلوا في المدينة بالجهاد، في مرة يغلبون أعداءهم، في مرة يهزمهم أعداءهم، مرة ومرة، كما قال أبو سفيان: ندال عليهم ويدالون علينا، يعني مرة احنا نغلب ومرة هم يغلبوننا. يبقى هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى جعل هؤلاء القدوة والأسوة الحسنة، حتى إذا وجد الإنسان المؤمن أنه مع طاعته لله مغلوب، يوم يتصبر معه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أصابت المسلمين الهزيمة وأصابهم الكرب والنكد والغم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين: لقد أذيت وما يؤذى أحد، لقد يعني في يوم الأيام كنت أنا الوحدي الذي أوذي وما فيش حد منكم على الإسلام، لغاية ما دخلتم في الإسلام لابد وأن يبتلى الإنسان، لقد أذيت وما يؤذى أحد. ثم يأتي نصر الله سبحانه تبارك وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. مش ممكن يدوم العسر على الإسلام والمسلمين أبدا، ولكن بحسب الطاعة وبحسب التقوى وبحسب الميل القلبي، هل ميل الدنيا أم ميل لله. وهنا الإنسان يبتلى ويؤجر عند الله، حتى الشوكة يشاكها كان له فيها أجر، حتى الغم الذي يغمه، حتى الكرب الذي ينزل به، ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب ولا تعب، حتى الشوكة يشاكها إلا وكان له في ذلك أجر. يبقى الإنسان المؤمن يصبر لأمر الله ويفرح بأمر الله ويعلم أن موعود الله قادم لا محالة، الشرط الآن، الشرط السنة الجاية، الشرط بعد 10 سنين، وقت ما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذا لا يفت في الإنسان المؤمن، لا يضعفه. المؤمن يصبر ويتصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما صبر المؤمنون، ويبذل جهده، ينصح ويدعو إلى الله سبحانه، ما يقولش خلاص اتهزم الإسلام والمسلمين وكل حاجة ضاعت وحصل حبوط وحصل، لا 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 يأس أبدا، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن لا يأس أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كم تعب وكم عانى وهو في مكة صلى الله عليه وسلم، لغاية ما ضاقت عليه مكة خرج إلى الطائف ضاحية قريبة من مكة يدعو أهل الطائف إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا بأهل الطائف حدفوا بالطوف صلى الله عليه وسلم، يقفون صفين الغلمان بتوعهم والعبيد بتوعهم عشان يحلفوا بالطوف عليه الصلاة والسلام، ولا يد له نصيرا، لا أحد ينصر صلوات الله وسلامه عليه، الدماء تسيل على قدميه صلى الله عليه وسلم وهو صابر لأمر الله سبحانه، لغاية ما ضاق به ذرع بأهل الطائف، وربنا يرسل إليه ملك الجبال يخيره: إذا شئت أننا أطبق عليهم الجبال أقتلهم الآن كلهم، يقول: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. أخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. أبو جهل هذا اللعين خرج من صلبه عكرمة وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وأسلم بعد ذلك عكرمة. هذا الصحابة كلهم أباؤهم كانوا إيه؟ كانوا كفار، كان أباؤهم كفار، فكانوا هم من أصلاب هؤلاء الكفار، دعوا إلى الله سبحانه ونصروا دين الله، فنصر الله عز وجل بهم الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين: لكنكم تستعجلون. ما تستعجلوش، لا تستعجل نصر الله، لا تستعجل تأييد الله، ربنا له حكمة، حين يتأخر النصر في حكمة عند الله سبحانه. يوم المؤمن يراجع نفسه: ليه تأخر هذا الشيء؟ السبب عندي أنا، السبب أنا اغتريت بالدنيا، السبب أنا كنت أنانيا في يوم من الأيام، السبب إني ما عملتش بطاعة الله، السبب. يقوم يراجع نفسه، ما يعودش يتعجرف على دين الله عز وجل: أنا ما عملتش حاجة وليه ربنا يهزمني وليه ربنا، لا يسأل عما يفعل سبحانه تبارك وتعالى وهم يسألون. يوم الإنسان المؤمن يشوف هل أحب الله سبحانه تبارك وتعالى في كل أحواله، وقت ما كانت الدنيا ضيقة عليه كان يحب الله ويدعو الله، طيب لما زهزهت له الدنيا واتفتحت له الدنيا وبقى في إيده حاجة، هل بقى حب الله في نفسه هو نفس الحب، ولا بدأ يتأثر بالدنيا ويقول أنا أنا وأنا اللي بفهم وأنا طول عمري وأنا وأنا؟
أنا وأنا لما جاءت الأنانية جاءت الكسرة انكسر. يبقى يرجع الإنسان يتواضع لله، يحب الله، يحب دين الله، يبذل من أجل دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا فعل ذلك سيأتي في يوم من الأيام النصر والتمكين. الله سبحانه يقول للمؤمنين: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. إذا رجعتم عن الدين ما تركتم الدين، لا، ربنا حديد ناس تانين أفضل منكم، يحبهم الله ويحبون الله سبحانه وتبارك وتعالى، يدافعون عن دين الله سبحانه. هم أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. يبقى الإنسان المؤمن يدعو إلى الله بحسب المقدرة وبحسب الاستطاع، ولا يخاف في الله لومة لائم، أن ينصح ابتغاء وجه الله، أن يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. إن لم يستجب لك الآن الناس، ولم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في يوم من الأيام انفتحت القلوب بعدما دعا في مكة 13 سنة ما أمن معه إلا عدد قليل لا يتجاوزون 100. لما هاجر إلى المدينة فتح الله ودخل في دين الله الكثيرون. الإنسان المؤمن يصبر لأمر الله. طيب إذا لم يصبر لأمر الله سيكون الأمر إيه؟ سيكون ضيع الدنيا وضيع الدين، ضيع دنياه وضيع أخرى. الله عز وجل لا يحاسب، فيش حد يقول ربنا ليه، ولكن الله هو الذي يسأل ويحاسب سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. روى الإمام أبو داود وأيضا في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلة لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. شوف هنا، إذا رضيتم بالدنيا، هذه الدنيا، ودي صور من الصور اللي بيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الإنسان نسى الدين ورى ظهره، وخليك بقى أخذ في الدنيا اللي أنا عايزه. إذا تبايعتم بالعينة، تبايع بالعينة الربا، يعني الربا صورة من صور الربا اللي هو العينة، شرحناها قبل ذلك مرارا. يبقى الإنسان يحتال حيلة عايز يعمل الربا، وإن كان الناس الآن بطلوا الحيلة، مش حيلة، لا ده ربا ظاهر، هديك 1000 وتردحهم لي كام، ما انت هتشتغل وهتعمل هتعمل، بقت صريح. هنا الصورة في الحيل، انه يحتال يعني مكسوف، يقول هتعامل بالربا، يقوم يعمل صورة من هذه الصور، خذ الحاجة دي أنا عايزها بحاجة دلوقتي، تشتريها مني وتدفع الثمن الآن، يقول لك أخذها أدفع الثمن الآن، بكام؟ ب1000، أخذ منه ال1000، طيب تبيعها لي وأدفع لك الثمن بعد ذلك، بكام؟ ب1200. كانت الصورة إنه باع سلعة وأخذها، يعني العين لم تتحرك من مكانها، بهذه العينة، العين مع صاحبها، والأمر إنه خد 1000 جنيه على إنه يردهم بعد شهرين 3200، أي هذه صورة العينة. حيلة للربا، كأنه مكسوف يقول أنا مرابي، أنا عايز أتعامل بالربا، يقول هذه الصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل هذا الشيء، احتلتم من أجل الربا، انتظروا العاقبة السيئة في الدنيا وفي الآخرة. فكيف إذا فشى الربا بين الناس علنا، إن ما يهمهمش، هروح أستلف من البنك أخذ منه 10,000 وسدها 15,000 علني كده، من غير ما يستحي لا من الله ولا من الخلق. إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر، يعني كان همكم الأموال، صاحب المواشي هم الماشية، ملوش دعوة ولا بالدين ولا بالصلاة ولا بالصوم ولا ملوش دعوة بحاجة، المهم عندي التجارة بتاعتي في الإبل والبقر، اللي صاحب المزرعة الهم بتاعه في المزرعة والفلاحة بتاعته، ملوش دخل بأي شيء. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، تركتم الجهاد، الجهاد إما جهاد بالنفس وإما جهاد بالمال أو الجهاد بالكلمة، الكلمة، الأمر المعروف والنهي عن ده خطأ وده صواب، التبليغ لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان إنسان ماليش دعوة بالإسلام ولا بحاجة، ماليش دعوة بحاجة خالص، يقول لك انتظر بقى، ينتظر إيه؟ يقول سلط الله عليكم ذلة، ذل، ذل. شوف الإنسان اللي بيقول التجارة بتاعتي، المال بتاعي، الحقل بتاعي، البقر بتاعي، ماليش دعوة بأي حاجة، عايز إيه؟ عايز يكون عزيزا، عايز المال ينمو عشان يعرف يتصرف المال، يقول له لا مش هننمي لك المال، ولو نمينا المال حنسلط عليك اللي ياخده منك، يفرض عليك ضرائب، يعمل فيك كذا، يعمل فيك كذا، ما هتلاقي نفسك محتاس في يوم من الأيام، لأنك تركت الله سبحانه. يسلط الله عز وجل عليكم ذلة لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم.
أما تبقوا ترجعوا دينكم ترجعون إلى الله، الله يرجع لكم العز. يبقى العزة في الإسلام في إظهار دين الله سبحانه، مش إننا أخفي دين من إننا ما ليش دعوة، مش هقول للناس حاجة ولا هعلم الناس حاجة ولا حاجة. ليه هذا الشيء؟ لا، طول ما قدامك الوسيلة للدعوة إلى الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يمكن الإنسان ما يسمعكش النهاردة، يمكن يسمعك بكرة، شيء ورا شيء تزن على الودان بكلام رب العالمين سبحانه، في النهاية تفتح القلوب. اللي بيفتح القلب لست أنت وليس هو، الله سبحانه. إذا علم في القلب الصدق أنت صادق في دعوتك، الله يفتح لك القلوب. إذا علم من الإنسان الرياء، القلوب مقفولة ما حدش يسمع له في شيء. لذلك المؤمن يبتغي وجه الله سبحانه، يدعو إلى ربه بالمستطاع، ليس مطلوب منه أن يضيع نفسه ويهدر دمه، ليس مطلوبا منه، ولكن مطلوب أنه لا يترك دين الله، مطلوب أنه يعز دين الله سبحانه ولو بالدعوة إلى الله سبحانه. وهذا الناتج من حب الله سبحانه. حب الله في نفسك يغلب على حبك نفسك. أنا لما أدعو لله الناس مش هتسمعني، مش مهم، لكن الله يسمعني. والله عز وجل يذكر من ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير من. لذلك على المؤمن يتذكر دائما أنه يذكر الله في نفسه، ويذكر الله أمام الناس، ويذكر الناس بالله سبحانه، لعل الله عز وجل يعز الإسلام والمسلمين بصدق الناس وإخلاصهم. نسأل الله عز وجل أن يعز دينا وأن يذل الكفر وأهله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.